السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هنتحدث على درس ديال المنتجات والإزاحة الخاص بالسنة الثانية إعدادية، وأيضا ممكن نستغلوه في دروس ديال السنة الثالثة إعدادي. إن شاء الله في هذا الدرس هنتحدث على مجموعة ديال المحاور في هذا الدرس اللي كنذكروا منها المحاور التالية. Donc d'abord, on va commencer de donner ou de savoir ce que c'est que la notion de vecteur. Dans ce thème, on va parler des caractéristiques d'un vecteur. Aussi, on va voir ce que c'est qu'un vecteur nul et un vecteur opposé. Donc, on va commencer par le premier tarif de l'immutagéat, qui est l'immutagéat, qui est l'immutagéat, qui est l'immutagéat. On va commencer par le moumizet de l'immutagéat, et donc, تعرفوا على المنتجة المنعدمة وشنو هي المنتجها المقابل أو المقابل ديال المنتجها. Et aussi on va parler des critères des égalités de deux vecteurs. يعني نهضروا على تساوي المنتجاتين إمتى كنقولوا بأن منتجاتين متساويتين. Et on va passer à la somme, la différence, le produit par nombre des vecteurs. يعني العمليات اللي يمكن نجزوا على أو بعض العمليات اللي يمكن نجزوا على les vecteurs. Et finalement on va voir ce que c'est que la translation et les propriétés de la translation. يعني غادي نشوفوا شنو هو التعريف ديال الإزاحة وماذا نقصد بالإزاحة والخاصيات المرتبطة بالإزاحة. إذن هادشي اللي غنشوفوا في هذا الدرس إن شاء الله، وغادي نحاولوا نبداو على بركة الله. دونك avant d'entamer notre cours, on va savoir d'abord deux notions très intéressantes. Ce sont les notions de la direction et le sens. C'est-à-dire, c'est quoi une direction et c'est quoi un sens. Donc, on va voir ce qu'on a dit. Je vais vous dire que les mots sont importants pour le cours. Les mots sont l'itijah ou le manha. Est-ce que c'est l'itijah ou bien c'est quoi la direction? Tout simplement, la direction est représentée par une droite. Par une droite. Donc, carrément par une droite, il y a un itijah. Il faut qu'on mette le bi moustaqim. Cependant, deux droites auront la même direction si elles sont parallèles ou bien confondues. يعني مثلا نقول عن المستقيمين بانه عندهم نفس الاتجاه، فمستقيمين كنقولوا بلي عندهم نفس الاتجاه فقط اذا كانوا يا اما متوازيين يا اما منطبقين، c'est-à-dire s'ils sont parallèles ou bien confondus. Prenons l'exemple suivant، ناخذ المثال التالي. On remarque que parmi toutes ces droites، اذا بين هاد المستقيمات كاملين، on a ثلاثه ديال لي تيب. Trois types. Kain, ceux qui sont colorés par le vert, ceux qui sont colorés par le bleu et ceux qui sont colorés par le rouge. Donc, بالنسبة للمستقيمات اللي عندهم هنا نفس الاتجاه، فهما tout simplement المستقيمات اللي بنفس اللون. علاش؟ Parce que ils sont tous parallèles. يعني هاد المستقيم مع هذا مع هذا، جميع المستقيمات الخضراء كلها متوازية. إذا كنقولوا بلي المستقيمات الخضراء فهي كلها عندها نفس الاتجاه. نفس الشيء هاد المستقيمات الحمراء بما انها كلها متوازيه فالتاية كنسميوها او كنقولوا بان عندها نفس الاتجاه، ولكن الا خدينا مستقيم حمر مثلا مع مستقيم خضر فهادو فعندهم اتجاهين مختلفين، يعني ما عندهمش نفس الاتجاه. علاش؟ لانهما متقاطعين ماشي متوازيين. اذا الا كانوا مستقيمين متقاطعين فكنقولوا مباشره بان ما عندهمش نفس الاتجاه. اذا هذا هو المفهوم ديال الاتجاه بصفه عامه. نمشي دابا للدوزيام نوسيون اللي هو لو سونس. سي كوا لو سونس؟ تو سامبلومون فاللي كنعرفوه فهو المنحى، يعني فين غادي، واش غادي اليمين ولا اليسار، الفوق ولا التحت. اذا من كنوجهوا الشخص مثلا لواحد المنحى معين كنقولوا بلي اعطيناه منحى. مثلا ناخذ هذا المستقيم، فهاد المستقيم هذا اللي هو يمثل مثلا اتجاه، فعنده جوج ديال المنحيين، كاين المنحى اللي على اليمين وكاين المنحى اللي على اليسار. اذا الا بغينا نديروا مقارنه ما بين المنحيين فكنقولوا بلي على كل اتجاه، على اي اتجاه فكيكونوا فيه جوج ديال المنحيين اللي هما متعاكسين. يعني هذا الا كان غادي لهنا المنحى الاخر كيكون غادي لهنا. اذا اي اتجاه كيكون عنده فقط منحيين، وهاد المنحيين اللي كيميزهم فهما انهم بالضروره كيكونوا متقابلين او متعاكسين. تو سامبلومون هذه هي الفكره. فايضا بالنسبه الى عندنا مستقيمين عندهم نفس الاتجاه، مثلا هادو بجوج متوازيين فيعني نفس الاتجاه، فهاد المستقيم غادي لدوات هذا غادي لاغوش. اذا كنقولوا بلي هاد المستقيمين عندهم منحيين متعاكسين، او باختصار كنقولوا هذين الاتجاهين لهما دو سونس كي سون اوبوزي او منحيين متعاكسين. في الحاله الاخرى هنا ما يمكنش نقارنوا ما بين المنحيين ديال هاد الاتجاهين، لان يعني
هاد الاتجاهين اصلا ماشي نفس الاتجاه، كل واحد غادي هذا غادي مثلا السماء وهذا غادي الكازا، دونك ما غاديش يمكن نقولوا او نقارنوا المنحنيين ديالهم. نتمنى ان الفكره وصلتكم، ونواصل الان نحاولوا نبداو الدرس ديالنا ديال لي فيكتور. نجيب دابا نشرحوا لا نوسيون دو فيكتور. دونك هاد لو مو فيكتور est un nom qui est utilisé par Hamilton en 1865. يعني بأن هذا المصطلح ديال المتجه فتستعمل في 1860 من طرف العالم أو المفكر اللي هو هاملتون. دونك شنو كتعني متجه؟ اللي كيهمنا حنا فهو لا نوسيون. دونك بطبيعة الحال بغينا نحولوها وفق ديك كريتير سبيسيال، يعني بخاصيات اللي هي او بطريقة اللي هي خاصة، ما كتعملهاش طريقة بو لو مومون. دونك اللي كيهمنا هو لا نوسيون ديال لو فيكتور. اذا اشنو غنديرو بغينا نحولو هادي هنا؟ تو سامبلومون غادي نجروها، كاين بزاف ديال الطرق، مي الطريقة اللي كتعملنا هنا فهي من غنجروها حتى لهنا مثلا. اذا الا بغينا نجرو هاد لاطاس من هنا حتى لهنا اشنو غنكونو درنا؟ دونك في هذه الحاله هذه من لو بوين ا تا لو بوين باش غنكونو درنا اون ا ديفيني اون ديريكسيون، يعني حددنا واحد الاتجاه من ا حتى ل بي. كنعرفوا ان دو بوين فهما كيشكلوا لنا دائما اون دروات، يعني تمشينا وفق هذا المستقيم هذا اللي هو ا بي. يعني كنقولوا بلي حددنا واحد الاتجاه، فالا حددنا هذا الاتجاه ثم المرحله الثانيه حددنا واحد المنحى معين، دونك ان سونس دو ا فير بي، يعني جينا من هنا حتى لهنا، ما مشيناش من هنا مثلا للسماء ولا من هنا للارض مثلا، ولا مشينا لشي قنط اخر. اذا من ا حتى ل بي، يعني حددنا واحد المنحى معين، بغينا نمشيو من هذه النقطه ا لهذه النقطه بي، ماشي من ا حتى ل سي ولا شي قنط اخر. ثم بطبيعه الحال من ا حتى ل بي فحددنا ليه واحد المسافه معينه، يعني محدده بالضبط، يعني كنقولوا مثلا من ا حتى ل بي 4 سنتيمتر، يعني غنمشيو من هنا حتى لهنا 4 سنتيمتر باش ما طيحش لينا ديك لاطاس كافي في الارض. ما خصناش نمشيو مثلا 10 سنتيمتر، الا درنا من ا حتى ل 10 سنتيمتر غيطيح لينا ديك لاطاس في الارض، ما نصدقوش ربنا والو. اذا من ا حتى ل بي يعني 4 سنتيمتر، يعني حددنا واحد الطول معين. اذا في هذه الحاله هذه من كنقولوا حددنا هذاك الاتجاه وحددنا هذا المنحى وحددنا هذه المسافه هذه وهذا الطول، في هذه الحاله هذه كنقولوا باللي عرفنا ما يسمى بمتجه، يعني حددنا متجه. دونك شنو هي متجه؟ تو سامبلومون متجه فهي عباره عن واحد المفهوم اللي هو رياضي محدد باتجاه وبمنحى وبواحد طول معين. اذا الا حددنا الا توفروا لنا هاد الشروط بثلاثه فكنقولوا باللي عرفنا متجهه، سميناها مثلا في هذا لوكال متجهه اب. والا بغينا نمثلوها ك ريبريزونطاسيون مثلا في شكل ولا في شي تمرين، فكنمثلوها بسهم على هذا الشكل، يعني من النقطه ا حتى النقطه بي اللي هي ديك 4 سنتيم، فكنحددوا هذا الجزء او هذا القطعة وكنديروا لها السهم هذا. اذا قطعة مع سهم كتعني او كترمز لمتجه، سي ريبريزونطاسيون دان فيكتور. اذا ان فيكتور او لا متجه فهي عباره عن مفهوم رياضي طبيعه الحال كنحددوا عليه او يحدد لنا اتجاه منحى وطول محدد. اذا بالنسبه لا ريبريزونطاسيون فما عندناش غير هادي، اذا كيمكن لنا الا كنا عارفين مثلا مناش بدات المتجه وفين سالات، بحال هاد الحاله ا حتى بي كنسميوها مثلا المتجه ا بي، بحال هكا اون لا نوت ا بي كنقولوا بلي ا بي فهادي هي المتجه، يعني غادي علينا من ا في اتجاه او في المنحى ديال بي. ثم الحاله الثانيه فهي مثلا الا ما عرفناش من غادي وفين سالات، فقط خدينا عشوائيا مشينا من هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه عشوائيا، فهاد لوكا هادي بطبيعه الحال كنسميوها مثلا او بحال هكا. اذا كنسميوها او ولا في ولا اي ولا جي، سا ديبون دو الاسم اللي بغينا نعطيو لهاد المتجه. جيسبر بيان كو فوزي كومبري. ننتقلوا دابا للمفاهيم الاخرى المرتبطه بالمتجه. اون باسي مانتونون A l'égalité de deux vecteurs, يعني تساوي ديال المتجهتين، أو إمتى عندنا الحق نقولوا بلي هاد المتجهتين متساويتين. دونك la définition nous confirme que deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et le même, أو la même longueur.
يعني بأن متجهتان كنقولوا لهم بأنهم متساويتان فقط إلا عندهم نفس الاتجاه. وشفنا شنو معناتها نفس الاتجاه، نفس المنحة، يعني نفس المنحة ثم عندهم نفس الطول. إذن بخونو ليكزومبل سويفون، إلا خديتي هاد المتجهتين AB مع CD فهادو متجهتين متساويين. إلا طرح لكم السؤال بوركوا كنجاوبو، لأن لي ديريكسيون ديال هاد لي دو فيكتور سون باراليل، بجوجهم متوازيين ياك. إذن بما أنهم متوازيين دونك إيزون لا ميم ديريكسيون، شفناها سابقا. هاد المتجهتين أيضا عندهم نفس المنحة من A نحو B، هو نفس المنحة من C نحو D، إذن سي لا ميم أو لو ميم سونس. إي فينالمون إلا خديتي هاد الطول من A حتى ل B 4 سنتيم، سي لو ميم كو دو C A D، هو نفس الطول ديال هاد القطعة هادي، إذن عندهم نفس الطول. وبالتالي كنقولوا بأن أو جميع الشروط متوفرة، إذن المتجه A B كنقولوا بأنها كتساوي المتجه C D. إذن هذا بالنسبة للتعريف الأول. فعندنا تعريف آخر مرتبط دائما بتساوي المتجهتين، فهو فإلا لاحظتوا بما أن هاد المتجه A B مع C D متساويين، فأشنو كيشكلوا لنا هاد النقاط بربعة؟ سي فو ماركي، إلا ربطناهم كاملين فكنلاحظوا بأنهم إل فورم أن باراليلوغرام. دونك سا A B D C سي أن باراليلوغرام. دونك لا بروبريتي فينال شنو غتكون؟ عندنا جوج ديال الطرق باش كنبينو تساوي المتجهات، يا إما باستعمال العناصر المميزة لكل متجهة، يعني نفس الاتجاه نفس المنحة نفس المنظر، أو باعتماد متوازي الأضلاع، يعني إلا كان عندنا متوازي الأضلاع فهو كيشكل لنا متجهتين متساويتين. دونك لا بروبريتي لا سويفونت، سي لو فيكتور AB إت إيكال أو فيكتور CD، ألوغ لو كوادغيلاتير ABDC إت أن باراليلوغرام. نبقاو ردوا البال هنايا غير للتسمية ديال الرباعي، لأن هنا AB كتساوي CD، ولكن السمية ديال الباراليلوغرام فهي ABDC، يعني خلينا هاد AB ولكن هادو قلبناهم. دونك سي ABDC ماشي CD، إت أن باراليلوغرام. وكتلاحظوها في الشكل ABDC، خص يكون النقاط متداورة. إي ريسيبروكمون يعني عكسيا، إيفا إلا كان عندنا أن باراليلوغرام ABCD إت أن باراليلوغرام، ألوغ يمكن لينا نستخرجو منو زاويتين متساويتين. بطبيعة الحال ماشي غير جوج اللي كاينين، كاين بزاف، مي AB إت إيكال CD اللي عندنا في هاد الحالة هادي. سي بون، جيسبيغ بيان كو فوزاي كومبخي هاد ليطاب هادي. ناخدو لا كونسيكونس سويفونت، سي لو فيكتور AB إت إيكال فيكتور CD، ألوغ BA إيكال DC، BA تساوي DC، CA كتساوي DB. دونك هاد الحالة هادي بالنسبة لهاد النتيجة هادي، فماشي بالضرورة خص تحفظوها، ولكن خص تفهمو منين جات. تو سامبلومون منين جبنا هادي؟ من لا ديفينيسيون اللي شفنا سابقا، يعني من داك الرباعي اللي هو متوازي الأضلاع. فهاهي المثال الأول اللي كان عندنا، AB كتساوي المتجه CD، شكلوا لينا هاد متوازي الأضلاع. إذا بما أن الرباعي متوازي الأضلاع، فعندنا فيه نستخرج منه بزاف ديال النتائج. كاين عندنا مثلا المتجه BA تساوي المتجه DC، عندهم نفس الاتجاه نفس المنحة نفس المنظم. نفس الشيء المتجه BA مع المتجه اللي هي DC اللي هي هذه. ثم نفس الشيء هنا عندنا المتجه CA مع المتجه DB etc etc، مفهوم؟ إذن هذا هو الدور ديال متوازي الأضلاع في تساوي ديال المتجه. إذن تساوي متجهتين فهو غالبا كيكون مرتبط بمتوازي الأضلاع، باستثناء في واحد الحالة أو في جوج الحالات اللي غنشوفهم أبخي. وهنا كنتحدثوا على هذه الحاله الاولى مثلا، فالا خديتي هنا المتجه AB مع المتجه CD فكتلاحظ فعندهم نفس الاتجاه، يعني ان هذا المستقيم AB فهو نفس المستقيم CD، مستقيم منطبقين. ثم عندهم نفس المنحه من A نحو B غادي اليمين، من C نحو D تاي غادي اليمين، اذا فعندهم نفس المنحه ونفس الطول من A حتى B، نفس الطول من C حتى D. اذا كنقولوا هنا ايضا بان هذا المتجه AB فهي تساوي المتجه CD، ولكن كتلاحظوا هنا بان هذا الرباعي ف ماشي متوازي الاضلاع. بون هو متوازي الاضلاع بلاتي، مي بون نتوما خذوه ماشي متوازي الاضلاع اللي كتعرفوا بالشكل العادي ديالو. اذا هذه فهي الحاله الخاصه الاولى، فعندنا تساوي متجهتين لكن ما كيشكلوش متوازي الاضلاع بالمعنى الصريح. اذا هذه فيما يخص الحاله الاولى. دونك اون سكو كونسيرن لو دوزيام كا، سا بريزونت لو ميليو دان سيغمون. Donc, on a vu ce que c'est qu'un milieu de segment. Le milieu d'un segment, c'est le point qui se trouve au milieu de segment AB, par exemple. Donc, il est équidistant aux deux points liés au moins A et P et appartient au segment lié à AB. Donc, selon les vecteurs, donc, si M est milieu de AB, alors le vecteur AM est égal au vecteur lié à MB.
Ben, c'est évident, puisque si on remarque ici, le vecteur AM a pour direction la droite AM, le sens de A vers M et de la distance ou bien la longueur AM. C'est la longueur du segment lié à AM. De même, pour le vecteur MB, il a la même longueur que AM, puisque M est le milieu, selon la définition d'un milieu. Et aussi, le sens de M vers B est le même que le sens de A vers M. Et finalement, elles ont la même direction, puisque la droite MB est confondue avec la droite AM, et toutes les deux représentent la droite liée à AB. Donc, on remarque que هذه ستون كا ديال ليغاليتي. إذا بالنسبة لمنتصف قطعة فهو أيضا كيمثلنا حالة ديال تساوي متجهتين، متجه ام مع ام بي، بقاو ردوا البال فقط للمنحة ديال المتجهتين. دونك ريسيبروكمون، سي دو فيكتور ا ام تيكال ام بي، الوغ ام اي ميليو دو ا بي، وهنا ردوا البال، راه ماشي أي تساوي متجهتين كيعطينا ان ميليو. الشرط اللي خصو يتوفر باش تيعطينا الميليو خص تكون ديك لو بوان اللي غتمثل لنا الميليو كتواجد كطرف بالنسبة للمتجهة الأولى، يعني كتواجد لنا في الطرف ديالها، وكتمثل الأصل ديال المتجهة الثانية. إذا إم هنا هي راه الطرف، يعني هي النقطة اللي وصلت المتجهة إم، وهنا فهي النقطة من اش بدات المتجهة إم بي. دونك هنا طرف وهنا الأصل. إذا في هاد لوكا كنقولو ألوغ إم إي لو ميليو دو أ بي. إذا هذا سيت أن كريتير بور ديمونتخي لو ميليو دان سيغمون. إذا يمكن لنا نبرهنو بها على منتصف قطعة. إذا أحيانا كيطرحوا لكم سؤال بين أن M منتصف قطعة B، فإلا قدرت تبين بأن المتجه M تساوي المتجه M B مثلا، في هذه الحالة يمكن لك تقول بأن M هي منتصف القطعة A B. ندوزو دابا لواحد المفهوم آخر اللي هو لا نوسيون دو فيكتور نول. Donc, c'est quoi un vecteur nul? Donc, il existe un déplacement particulier, celui qui permet de passer de A à A ou de B à B. Il est difficile de parler de la direction et du sens pour ce déplacement très singulier, mais la longueur qui le caractérise est égale à 0. Je ne vois pas comment on est, tout simplement. Il y a un déplacement particulier, qui est un déplacement particulier, qui est un asl de la A, et le taraf de la A, qui est un nocta en fsa. Ou aidan asl B, et le taraf de la B, mettelen, ou la, qui est un asl de la A, et le taraf de la A, qui est un nocta. ديك النقطه كتمثل الاصل والطرف ديال نفس المتجهه. هاد المتجهه هادي شنو كيميزها؟ فما كيكونش عندها اتجاه بطبيعه الحال، لان من نقطه واحده كتمر عده مستقيمات، ما يمكنش نقولوا هذا هو الاتجاه ديال ديك المتجهه. ثم ما كيكونش عندها منحه، لان غير هي عباره عن نقطه. ثم اللي كيميزها فقط فهو لا لونغور كي نول، يعني كيكون عندها فقط الطول ديالها اللي هو صفر، بمعنى ان نقطه ما تحركناش من بلاصتنا، اذا المسافه اللي تمشيناها فهي صفر بطبيعه الحال. اذا هاد المتجهه اللي كتشكل لنا هذيك ا مثلا ولا بي بي ولا سي سي ولا تي تي باغ اكزومبل، فهي اللي كنسميوها متجهه منعدمه. اذا شنو هي المتجهه المنعدمه؟ فهي تو سامبلومون متجهه اللي بطبيعه الحال الطول ديالها كيساوي صفر. دونك اون مارك سي ان تيل فيكتور سو انوتي صفر وفوق منه اون فلاش. اذا المتجهه صفر فهكذا كنرمزو ليها، كنديرو صفر فوق منو هاد لا فليش هنا، اي تيغال ا ا ا تساوي بي بي تساوي تساوي جوسكا ام ام اللي كتساوي المتجه صفر. اذا هذه ايضا فهي حاله ديال تساوي ديال المتجهات. نجيب دابا نهضروا على واحد الحاله خاصه اخرى اللي هي لوبوزي دان فيكتور. دونك سي كوا لوبوزي دان فيكتور؟ سولون لا ديفينيسيون سي ان فيكتور يو اي ان فيكتور في اون لا ميم ديريكسيون la même longueur et des sens qui sont opposés. Alors on dit que ces vecteurs sont opposés. On note le v est égal à moins u. Je ne vais pas dire le يعني بأن يمكن نقول على جوج المتجهات بأنهما متقابلين. ف بحال المفهوم ديال الاعداد تقريبا، متجهتان كنقولوا عليهم متقابلين اذا كان خص يكون عندهم نفس الاتجاه نفس الطول، ولكن كيختلفوا فقط في المنحة، يعني كيكون عندهم منحيان متعاكسان. إذن أي متجهتين كيحقوا لنا هاد الشروط بثلاثة كنسميهم متجهتان متقابلتان، وكنكتبوا المتجهة الأولى كتساوي ناقص المتجهة الثانية، بحال خمسة مع المقابل ديال خمسة اللي هو ناقص خمسة. دونك كنكتبوا بأن وحدة فيهم كتساوي ناقص المتجهة الثانية. إذن هذا بالنسبة للترميز الأول. واخا ناخذ المثال التالي، لاحظوا معايا. Sur le dessin suivant, si T
des vecteurs opposés. Yani, nous avons le parallélogramme AEFG, par exemple. Et nous avons le parallélogramme AEFG, par exemple. Et nous avons le parallélogramme. Donc, أولاً, عندنا المتجه AE مع المتجه FG. فكنعرفوا بأن المتجه AE كتساوي المتجه GF. ولكن المتجه AE مع المتجه FG فعندهم منحنيين متعاكسين. فعندهم اتجاهين متوازيين إذا نفس الاتجاه. عندهم نفس الطول لأن هذا متوازي الأضلاع. ولكن المنحة من A في المنحة ديال E ماشي هو نفس المنحة من F في اتجاه G. فعندهم منحنيين متعاكسين. وحدة غادية اليمين الأخرى غادية اليسار. إذا في هذه الحالة كنقولوا بأن AE و FG متجهتان متقابلتان. وإلا بغينا نديروا العلاقة ديال التساوي فكنكتبوا المتجهة الأولى اللي هي AE كتساوي ناقص المتجهة الثانية اللي هي FG. ونفس الشيء أيضا إذا خدينا مثلا المتجهة AG فAG غادية من A في المنحة ديال G في حين أن المتجهة FE غادية من F في المنحة ديال E يعني طالعة لفوق. هذه نزلة وهذه طالعة لفوق يعني منحنيين متعاكسان ولكن عندهم نفس الاتجاه لأنهم متوازيين وعندهم نفس الطول لأن هذا متوازي الأضلاع. إذن في هذه الحالة أيضا كنقولوا بأن المتجه AG مع FE متجهتان كي سون أوبوزي إي أون بو إكخيغ كو لو AG إيتيغال موا FE. غير كملاحظة هنايا فبالنسبة للمتجهتان متقابلتان يمكن نديرو وحدة كتساوي المقابل ديال الأخرى أولا كما كتلاحظوا فشنو كتساوي لهاد المتجهة AE مثلا AE اش كتساوي؟ كتساوي المتجهة GF. إذا غنلاحظوا بأن هاد ناقص FG فهي كتساوي المتجهة GF. إذا يا إما نبداو نكتبوا ناقص ونكتبوا المتجهة المتقابلة مع AE أولا إلا ما بغيناش نحيد إلا بغينا نحيدوا هاد الناقص فكنحيدوا ناقص وكنقلبوا الأصل مع الطرف غتولي GF بلاست FG ولكن ما كتبقاش هاد الناقص. إذا مقابل المتجهة يا إما كنزيدو ناقص أو لا نحيدو الناقص ونقلبو الأصل مع الطرف. إذا غتولي لنا المتجهة AE كتساوي المتجهة GF وماشي ناقص FG وهاد المتجهة اللي هي GF كتساوي ناقص ديال هاد FG. أيضا المتجهة AE كتساوي ناقص المتجهة اللي هي EA يعني المقابل ديال المتجهة اللي هي EA. إذن وهكذا. إذن هذا هو المفهوم ديال متجهتان متقابلتان أو l'opposé de deux vecteurs. On va passer maintenant aux opérations sur les vecteurs. Donc يعني العمليات اللي يمكن نجزوهم على المتجهات. وبالنسبة للعمليات اللي يمكن نجزو على المتجهات باش نعرفوهم دابور. دونك هادو اللي غنتحدثوا عليهم في هذه السنة هذه كنهضروا على العملية ديال الجمع ديال الطرح وديال الضرب في عدد يعني عدد اللي هو جذري او عدد بلوتو اللي ناخذو حنايا عدد صحيح نسبي بلوتو. دونك اون فا كومونسي بار لاديسيون دو دو فيكتور ستادير مجموع متجهتين. اذا العمليات اللي يمكن نجزوهم على المتجهات فتقريبا فكيشبهوا العمليات اللي يمكن نجزوهم على الاعداد. دونك غنبداو بالجمع ديالهم يعني مجموع متجهتين. بالنسبه للمجموع ديال المتجهتين بون اون بو بروندر دو كا أو غادي نهضروا على هاد جوج ديال لي كا هما لي تري امبورطون. بون اون فا كومونسي بار لاسومب دو دو فيكتور أو دو دو فيكتور ديال جوج المتجهات كيلز اون لو ميم اوريجين أو سيلز اون لا ميم اوريجين. برونون باغ اكزومبل هاد المتجه ا بي مع هاد المتجه اللي هي ا سي ولا يمكن نسموهم أيضا المتجه او افيك لو فيكتور أو المتجه التانية اللي سميناها بوتي في. إذا كنلاحظوا هاد المتجهتين ا بي و ا سي فعندهم نفس الأصل. إذا اللي كيهمنا بالنسبة لمجموع المتجهتين هو واش عندهم نفس الأصل أو بيان لا. هاد الشيء اللي خصنا نعرف. دونك بور بومي كا يعني إلا كان عندهم نفس الأصل أون في كوا؟ أون أدي كو أون تراس لو فيكتور سوم أون كونستخويزون أن باراليوغرام. يعني إلا بغينا نرسمو المتجه المجموع ديال هاد المتجه ا بي زائد المتجه ا سي فكيكفي أننا نجزو واحد النقطة رابعة اللي هي نسميوها دي بحيث هاد الرباعي اللي هو ا بي دي سي خص يكون ان باراليلوغرام. دونك ناخذها كوم ريغل. دونك لا سوم دو دو فيكتور دو ميم اوريجين اي تان فيكتور دون لوريجين اي لو ميم يعني الاصل ديالها ما كيتغيرش مع على الاخرين. مي بالنسبه ليكستريميتي ف ال سورا هي لو 4ايام بوين دو باراليلوغرام. إذن سي لو 4ايام بوين دو باراليلوغرام. دونك لو باراليلوغرام إلا بغينا نسميوه فما كاديش نسميوه تا هو ا بي سي دير دو البال فا اون لو نوم ا
B, DC. Donc, c'est ABDC, ce n'est pas ABCD. Donc, ABDC. Donc, le moutagé, je m'en ai dit le moutagé AB ma AC ou le moutagé E, Z, V. Fait le moutagé AD. Bihayet D, il y a un rabé AD, moutawazil Allah. J'espère bien que vous avez compris la première étape. نمشيو لدوزيام كا، يعني الحالة من كيكون عندنا متجهتين من هذا النوع، فوايي، يعني كيكون عندنا المتجه الأولى أبي، والمتجه الثانية بي سي، دونك فو رماخك كوا بالنسبة للمتجه شنو كيميزهم؟ تا هما عندهم نقطة مشتركة ياك، ولكن هاد لو بوان بي لي هي نقطة مشتركة، أش كتمثل بالنسبة للبروميير لو بروميي فيكتور؟ إل روبريزونت ليكستريميتي، سوبوندون Il représente aussi l'origine du deuxième vecteur. Il y a un as de l'autre côté. Et donc, il y a un mouvement mutagéatin, bihait, un domaine qui est un mouvement mutagéatin, taraf de l'autre côté, ou l'as de l'autre côté, il y a un mouvement qui est un mouvement, et qu'on le nomme la relation de Charles. Donc, la relation de Charles, ou la relation de Charles, quand on a un mouvement mutagéatin, عندهم نقطة مشتركة تمثل طرف المتجهة الأولى والأصل ديال المتجهة الثانية إذا اش كتقول لنا هاد الشال فكتقول لنا تو سامبلومون بلي لا سوم دي دو فيكتور ا بي بلس بي سي تيغال ا سي دونك شنو بحال كنديرو فوالا هادي هي المتجهة ا بي هادي هي المتجهة بي سي فهادي هي المتجهة ا سي كنربطو ما بين المتجهة أو النقطة لوريجين ديال بخومي فيكتور افيك ليكستريميتي دو دوزيام فيكتور يعني تو سامبلومون مثلا إلا كنتي غادي من هنا حتى للدار فبحال جبتي ان تخاجي مشيتي مثلا حتى للدوار ومشيتي من الدوار حتى للدار ولا مشيتي مثلا للجامع وعادتي للدار دونك سافيان امام يعني في اخر المطاف كتمشي من هذه النقطه هذه لهذه النقطه اما بالنسبه للتراجي ما كيهمش اذا في جميع الاحوال مشيتي ودزتي لهنا ورجعتي لهنا في اخر المطاف كتجي هذه النقطه اذا كنقولوا بانك مشيتي من احطى للسي في النتيجه النهائيه دونك هذه اللي كنسموها علاقه شال اذا علاقه شال كنطبقوها سوفون إذا كان عندنا مجموعة متجهتين طرف ديال المتجهة الأولى هو الأصل ديال المتجهة الثانية دونك ا بي بلس بي سي تيغال ا سي يعني بحال كنحيدو هاد بي كيبقى لنا فقط ا سي دونك سي تيغاليتي بيرمي دو ترانسفورمي اون سوم دو دو فيكتور اون ان سول فيكتور اي ريسيبروكوم يعني يمكن لنا بهاد العلاقة هادي نحسبو بها المجموع ديال هاد المتجهتين أو نحولو متجه مثلا المجموع ديال المتجهتين يعني كندخلو واحد النقطة هنايا مثلا بي الى عندنا المتجه ا سي الى بغينا نفكوها مثلا بمجموع متجهتين يمكن لينا نكتبوها على شكل ا بي بلس بي سي دونك عندنا لا ريلاسيون ديريكت اي لو ريسيبروك سي بون دونك هذا كونسيرنون لاديسيون دو دو فيكتور اذا في الحاله الاولى اللي عندهم نفس الاصل هذه هي لا ميثود اذا المجموع فهي النقطه الرابعه ديال المتوازي الاضلاع الى كان عندهم نقطه مشتركه تمثل طرف المتجه الاولى واصل المتجهه الثانيه هذه هي الطريقه دونك ناخذ هاد او كنستعملو ما يسمى بعلاقة شعر سي بون جيسبر بيان كو زاي كومبري هاد لاديسيون او هاد لي دو كاف لاديسيون اون فا باسي مينتونون على دوزيام اوبيراسيون كون بو افيكتوي سو لي فيكتور سي لا سوستراكسيون دو دو فيكتور يعني طرح متجهتين دونك برونون ليكزومبل سويفون او موان في اذا عندنا المتجه او نقصنا منها المتجه في دونك هادي فهي عملية ديال طرح او سي لا سوستراكسيون دونك لا سوستراكسيون دان فيكتور revient à ajouter son opposé. C'est-à-dire, je vais vous dire, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Donc, E moins V est égal à E plus, il y a un adhésion, le moins V, c'est l'opposé de vecteur V. Il مجموع متجه او فرق متجهتين فنجمع المتجه الاولى مع مقابل المتجه الثاني علاش كنديروا هاد لا ميثود هادي سولمون باسكو مي كيكونوا عندنا دي ريبريزونطاسيون بار لوريجين ليكستريميتي بحال هادي ا بي بلس موان ا سي هاد المتجه موان ا سي كنعرفوها مقابل المتجه راه شفناه يعني مقابل المتجه ا سي شنو هو فهو المتجه سي ا يعني العكس ديال المتجه ديالنا اللي هي ا سي دونك اون مارك AB plus moins AC est égal à AB plus CA. هاي هنا. عندنا المتجه AB هي هادي. نقصنا منها المتجه AC اللي هي هادي. دونك فو ماركي هاد AB إلا بغينا نقصو منها هادي واخا عندهم هنايا نفس الأصل فغنديرو AB وغنزيدو ليها المقابل ديال AC. شنو هي المقابل ديال AC؟ فهي المتجه CA. إذا هاد المتجه هادي وبطبيعة الحال
عشان نلاحظوا بالنسبة للمتجهة AB مع CA عندهم نقطة مشتركة اللي هي A ياك، مي طبيعة الحال هاد النقطة اللي مشتركة اللي هي A فكتمثل الطرف ديال المتجهتين. دونك فو ماركي شنو كنديرو هنا إلا بغينا نحسبو المجموع ديالهم؟ تو سامبلومون كناخدو هاد المتجهة CA، لأن قلنا المتجهات ستون كلاس ديال لي فيكتور، قلنا بأن المتجهة فراه ماشي غير وحدة اللي كتكون عندنا، هادي هي لو ريبريزونتون ديال CA، مي المتجهات CA كاملين كاين بزاف. دونك شنو كنديرو؟ فكنرسمو متجهة أخرى كتساوي لنا هاد المتجهة CA، غير هي خص يكون عندها مثلا الأصل ديالها هو B. دونك إلا بغينا ناخدو الأصل هو B، دونك كنديرو هاد المتجهة هادي اللي بالأحمر فهي المتجهة CA. علاش؟ لأن هادي كتساوي هاد المتجهة CA، عندهم نفس الاتجاه نفس المنحة ونفس المنظمة. دونك أون غومارك كو هادي هي موان V أو بيان موان AC أولا المتجهة CA. دونك إلا بغينا نحسبو الفرق اللي هو AB بلس موان AC فغيولي لنا فهو AB بلس CA، اللي هي بطبيعة الحال AB زائد هاد المتجهة اللي بالأحمر. وشنو كنلاحظو على المتجهة AB مع المتجهة اللي بالأحمر؟ دونك كتكون عندهم نقطة مشتركة اللي كتمثل الطرف ديال AB والأصل ديال موان V. إذن هادي فغنرجعو لهاد لاغولاسيون السابقة، دونك سي لاغولاسيون دو شارل، أون بو لابليكي إيسي بو أوبتونيغ هاد لو فيكتور هادي. دونك سي سيت فيكتور اللي هي بالزرق هنايا، فهادي هي المتجهة أو موان V، أو هادي هي لا سوستراكسيون. دونك أغوتونيغ كو إلا بغينا نحسبو الفرق ديال المتجهتين، فكنعوضو المتجهة التانية بالمقابل ديالها وكنديرو الجمع ديالهم. بطبيعة الحال إلا بغينا ننشئوهم أو إلا بغينا الإنشاء ديال المتجهتين، يكفي أننا نرسمو متجهة تساوي المتجهة التانية ديالنا، أو بيان لانفيرس سا ديبون، أو خص فقط ندخلوها في واحد الحالة من دوك الحالات اللي قلناهم سابقا، هي إما نرجعو عندهم نفس الأصل، ولا نرجعو عندهم نفس أو الطرف ديال وحدة هو الأصل ديال الطرف ديال التانية، باش نطبقو لاغولاسيون دو شارل. يسبر بيان كو فوزافي كومبخي لاستوس. On va passer maintenant au produit d'un vecteur par un réel. Bien, donc par des nombres qui sont rationnels. Donc, prenons lambda, bien alpha par exemple, bien n'importe quel nombre, un nombre rationnel et U un vecteur. Donc, on appelle le produit de ce lambda par U, yani darb dir had l'adad, les alpha ou la lambda. نضرب في المتجه اللي هو E لو فيكتور. دونك سي ان فيكتور دابور، فهو عبارة عن متجه، اذا كنقولوا عبارة عن متجه يعني عندها واحد لوريجين وعندها واحد ليكستريميتي وعندها اون ديريكسيون وعندها ايضا ان سونس وعندها اوسي ان لونغور. دونك ما نساوش هاد العناصر اللي كيميزو اي متجه. دونك لو برودوي ديال عدد في متجه فهو متجه دابور. دونك اشنو كيتميز هاد المتجه؟ كاغتيزي با لا ميم ديريكسيون كو E، يعني المتجهة U مع المتجهة جداء ديالها في واحد العدد فعندهم نفس الاتجاه، ردوا البال، فكيكون عندهم نفس الاتجاه، يعني يا إما المستقيمين المتوازيين يا إما نفس المستقيم. دونك يوسي لو ميم سونس سي لاندا إي بوزيتيف، يعني إلا كان داك العدد موجب فالجداء ديال داك العدد في المتجه U كيكون عند المتجه U مع داك الجداء ديالها في عدد نفس المنحة، وغادي نشوفها في هاد ليكزومبل هذا. ثم le sens contraire c'est lambda est négatif، يعني كيكون عندهم منحى اللي هو مختلف الا كان هذاك العدد فاش كنضربو e un nombre qui est négatif et une longueur égale à la distance de lambda de 0 fois la longueur de e. يعني كتلاحظوا هنا كناخذوا الا كان لامدا موجب ولا سالب كناخذوا المسافه ديالو عن الصفر. الا بغينا نحسبوا الطول ديال المتجهه لامدا مضروب في e فكناخذوا المسافه ديال داك العدد عن الصفر وكنضربوه في الطول ديال المتجه او وكنقولوا هذا هو الطول ديال المتجهه لاندا فوا او. دونك برونون ليكزومبل سويفون، ها هو المثال، ناخذوا هذه المتجهه او هي هذه اللي بالكحل الاولى، فهاد المتجهه الثانيه اللي تحت منها فهي المتجهه 2 فوا او. علاش 2 فوا او؟ فكتلاحظوا 2 سي ان نومبر كي بوزيتيف، دونك كتلاحظوا المنحه ديال او مع المنحه ديال جوج او نفس المنحة بجوجهم السهم غادي دو لاكوش فيغ لا دوال، عندهم لا ميم ديريكسيون لأن هادو متوازيين، الحاملين ديال هاد المتجهتين فهما متوازيين، وعندهم أيضا بالنسبة للطول ديال المتجه جوج أو فهو جوج مضروب في الطول ديال أو، الطول ديال أو فيه ربعة ديال المربعات صغار،
الطول ديال جوج او فهو جوج في ربع المربع الصغير، يعني غيعطينا 8 ديال المربع الصغير. هما عندنا 8 ديال المربع الصغير. برونو ان اوتر اكزومبل، ناخذ هذا باغ اكزومبل ديال موان 3 او، هذا الاخر عادي. دونك موان 3 او، هذا موان 3 سي ان نومبر كي نيجاتيف. دونك نيجاتيف كتقول لنا سولون لا بروبريتي او حسب التعريف، فالمتجه ناقص 3 او غيكون عندها منحى معاكس ديال المتجه او. او غاديه من اليسار لليمين ناقص 3 او، فكتلاحظوا غاديه من اليمين لليسار. هاد السهم فين كاين؟ اذا هذا هو لوريجين ديالها، هو هذا. دونك كتلاحظوا فعندها منحى معاكس ديال او. علاش؟ لان هذا العدد فاش ضربنا او عدد اللي هو سالب، ماشي بحال هاد جوج او، جوج موجب، هذا الشيء علاش عندهم نفس المنحى. اذا كيكون عندها منحى معاكس نفس الاتجاه، سي لا ميم ديريكسيون، بويسكو دائما عندنا هنا التوازي. وايضا بالنسبه للمنظم، فاذا خدينا ناقص 3 المسافه ديالها عن الصفر هي 3، غنضربوها في الطول ديال او اللي هو 4 ديال المربعات، يعني 3 في 4 ديال المربعات شحال غيعطينا المربع؟ ايفيدامون 12. اذا كتلاحظوا عندنا 12 المربع من الاصل حتى لهاد النقطه هذه. اذا هذه اللي كنسميوها المتجهه، وهذا هو الشكل ديال المتجهه ناقص 3 او الى بغينا نمثلوها. جيسبر بيان كو فوز اي كومبري هاد لا سيونس هادي ديال هاد لوكو هذا، اي اون فا كونتينيوي في لا بارتي 3 ان شاء الله. بون فو سي دو ريفيزي بيان، الى ما فهمتوش شي حاجه اون بو بارلي ابري. دونك بون شانس. نحاولوا نبداو نوتر كور. دونك كيسك سيك اون ترانسلاسيون؟ تو سامبلومون Précédemment, nous avons défini un vecteur comme un objet qui caractérisait un déplacement. Donc, un vecteur n'est donc pas un déplacement. Le déplacement en mathématiques s'appelle une translation. Je vais vous donner la définition. C'est que, بالنسبة للإزاحة، شفنا في مثال سابق من يلا بدينا درس ديال المتجهات، فشفنا بأن داك لو ديبلاسمون ديال ديك لاطاس من لو بوان أ حتى لو بوان ب حدات لينا واحد التراجي اورينتي فيغ ان تيل سونس. دونك هذاك لو تراجي هو اللي كنسميوه لو فيكتور. دونك هذا سولون لا ديفينيسيون. مي ديك العمليه ديال تحريك ديال ديك لاطاس من لو بوان ا حتى لو بوان بي وفق داك المسار او وفق ديك المتجهه هو اللي كنسميوه هنايا لا ترانسلاسيون. نبداو نبقاو نميزو ما بين لا ترانسلاسيون و الفيكتور. الفيكتور فهو داك لو تراجي، ولكن لا ترانسلاسيون فهي العمليه. دونك هادشي بغيت نقول لكم في هاد لا ديفينيسيون هادي. نجيو ناخذ هذا دابا بالتعبير اللي هو بلو ماتيماتيك. دونك ديفينيسيون دو سكو سي كان ترانسلاتي. دونك سوا ان فيكتور سميناه او اي سوا ام ان بوان. اون ابيل لو ترانسلاتي دو ام سون لو فيكتور او لونيك بوان ام بريم كي فيريفي ام ام بريم ايغال ا او. شنو بغينا نقول لكم في هنا؟ فا الا خدينا هاد المتجه اللي هي او، هي كتشوفوها هنايا، وعندنا واحد النقطه اللي هي ام. دونك اشنو كتلاحظوا في الشكل الثاني؟ ف باش نقولوا بان ام بريم هي لو ترانسلاتي ديال لو بوان ام، او عندنا مصطلح اخر اللي كنسميوه ايضا الصوره ديال النقطه ام بالازاحه اللي عندها المتجه اللي هي او، او هذا المتجه او. فالشرط اللي خصك توفر باش نقولوا بان ام بريم هي الصوره ديال ام بالازاحه ذات المتجه اللي هي او، الفو كو لي دو فيكتور او اي ام ام بريم سوا خصهم يكونوا بجوجهم متساويتين. يفو كيل سوا ايغال. اذن الا ما كانتش او مع ام ام بريم متساويين، فما يمكنش نقولوا بان هاد ام بريم هي الصوره ديال ام بالازاحه اللي عندها هاد المتجهه اللي هي او. دونك هادي هي لا ديفينيسيون اللي قلنا. اذن باش تكون عندنا دو او ان بوان ام بريم اي لو ترانسلاتي دان بوان ام سولون واحد لا ترانسلاسيون اللي عندها اون فيكتور اللي هي او، او وفق واحد ازاحه اللي عندها متجهه او، فخص يكون ديك المتجهه ديال الازاحه تساوي المتجهه المشكله من ديك النقطه والصوره ديالها. دونك او دو تيتر ايغال ام ام بريم. وردوا البال هنايا لو سونس، كنقولوا ام ام بريم يعني النقطه عاد الصوره ديالها ام ام بريم، ماشي العكس. الا قلتوا العكس راه سي فو. دونك هذا هو لا بروميير ديفينيسيون بالنسبه باش نقولوا بان نقطه الصوره ديال النقطه اخرى بازاحه عندها متجهه اللي هي معينه. بون ننتقلوا الان لوتر ديفينيسيون او التعريف الثاني. امتى كنقولوا على نقطه متماثله بازاحه او نقطه صوره نقطه بازاحه اخرى؟ قلنا هنا بان الا خدينا هاد لو فيكتور اللي هي ا بي، فهاد النقطه دي هي الصوره ديال النقطه سي بالازاحه اللي عندها المتجه ا بي. غوفيان ادير كو
Le parallélogramme ABDC doit être un parallélogramme. Donc, NAA, B est l'image de A. Par la translation qui transforme C en D d'un kangourou, la translation qui transforme C en D ou le kangourou, la translation de vecteur CD. يعني إذا حدث متجه CD هذه. إذن هذه هي المتجه ديال إذا حدينا وهذه هي النقطة A. فباش نرسم الممثلة ديالها selon la première définition, on a dit que les deux vecteurs doivent être égaux. خاص تكون CD كتساوي AB. Or, حسب التعريف ديال تساوي متجهتين فشنا بأن متجهتان كيكونوا متساويتان إلا كانوا كيشكلوا لنا متوازي الأضلاع. دونك نيسيرمون فهذا التعريف الثاني ديال اون ترانسلاسيون. دونك دو بوان sont. Donc B est le translaté de A par la translation du vecteur CD. Si c'est le monde si le quadrilatère CDBA doit être un parallélogramme. Et dans le tarif tani ديال الإزاح. On va passer maintenant au vocabulaire. Faire la transformation de plan qui à tout point M associe son translaté imprime selon le vecteur les U les chiffres numériques savants s'appelle la translation du vecteur U. Donc l'opération DL tracé point M suivant une vecteur ou la la transformation menée d'un vecteur les U indique la transformation qu'en simula la translation d'être mutagé U. Yani izaha d'être mutagé U. C'est la translation de vecteur les U. Thomas, la translation son note suivant, et dans Karamzul Izahalien de Moutaja U, Raliban, T, U, U, Ferjil Dira, et quand dire T, U, Moutaja U, Fil Tahit, T, Khadim al-Haflo, le Melom en translation, U, U, Ferjil Dira, et Moutaja Dialdik Izahalien, la Kul Izahs, Konanda, et Moutaja Moyen. Imprime s'appelle le translaté, et dans Kansmio de Knokta, imprime Sora Dial M, Kansmio le translaté de M, dans la translation du vecteur U. Ou là, réellement, qu'on se met à simplement l'image, qu'on imprime l'image d'elle, le point M, dans la translation de vecteur. Donc, l'image, jamais, qu'on a donc, c'est la même chose pour la translation. Donc, هذا هو الفرق ما بين دوك اللي شفنا سابقا من التمثل المركزي التمثل المحوري او الازاحه ايضا. دونك سي بون. اذا نعقلوا عليها الازاحه فهي العمليه المتجه فهو المسار اللي عنده داك المنحى وعنده داك الطول ثم لو ترانسلاتي فهي الصوره ديال النقطه. سي بون. اذا هذا هو او هذا الشيء اللي كيتعلق هنا بالمصطلحات ديال الازاحه او ندوزو دابا l'image d'une figure dans une translation ou là par une translation يعني الصورة ديال واحد الشكل معين بإزاحة. طبيعة الحال فعندنا الأشكال الاعتيادية وعندنا الأشكال في شكل خاص. ناخدو مثلا ليكزومبل 1 ناخدو هذا الشكل هذا فعندنا هاد الخماسي هذا A E D D C B ou bien A B C D E par exemple وعندنا هاد لو فيكتور E. غادي ناخدو هاد E donc c'est le vecteur et le vecteur de translation T. On va tracer l'image de cette forme ou de cette figure par la translation qui a le vecteur LEAE, c'est-à-dire déterminer l'image de la figure ABCDE dans la translation de vecteur LEAE. Donc tout simplement, il a dire l'image de cette figure et il suffit de déterminer les images ou les translatés de tous les sommets de cette figure. Normalement, concernant cette figure, il a 5 sommets. Le A, le B, le C, le D et le E. Donc, on va tracer tout simplement les images. Voilà, les translatés d'Elhead, les sommets Bremsa. Donc, on va tracer l'image de A, l'image de B, l'image de C, l'image de D et l'image de E. Donc, pour construire l'image de A, on a simplement besoin d'un autre point, les A', c'est le translaté de A. La condition qui doit satisfaire les A', c'est que le vecteur d'IN, le E, doit être égal ou égal au vecteur les A', selon la première définition, les chemins savent. C'est-à-dire, si on a le moutage E, mais le moutage A', moutage A, ou bien, si on a le quadrilatère, et la semaine de point M',
فربع اللي هو ام ام بريم ا بريم ار سيكون متوازي الاضلاع. اي دو ميم افيك توت لي بوين اون ا بيزوان دو ليماج ديال او دو ليماج دو بي دو ليماج دو سي اي دو ليماج دو دي. دونك vous voyez que l'image de A est le A', l'image de E c'est le E', donc car le vecteur lié à E' est égal au vecteur lié à E. De même, le vecteur D' est égal au vecteur lié à U, donc D' c'est le translaté de D, et C' c'est le translaté de C, puisque le vecteur C' est égal au vecteur lié à E. De même, B' aussi c'est l'image de B par la translation du vecteur lié à U, car le E est égal au vecteur B', et ainsi de suite. Donc finalement, c'est enroulé les 5 translatés, les MA, A', B', C', D' et le E'. On obtiendra cette figure en rouge qui est tout simplement c'est l'image de la figure ABCD par la translation du vecteur lié à E. Et de même, élaboré de cette info, un autre exemple, prenons l'exemple 2, c'est déterminer l'image du triangle ABC dans la translation du vecteur lié à U, bien appelons U et le vecteur MM'. Prenons par exemple lettre ABC, n'importe où, ou haoulou trasmo l'image de le triangle ABC, wifq l'izaha d'être le moutajéa lié à U ou bien le moutajéa lié à E'. ثم ايضا يمكن لكم تفصلوا في الاستئناس وتحاولوا تشوفوا ليا الخاصيات المرتبطه بالازاحه. يعني خذوا مثلا اون دووات سميوها باغ اكزومبل دي او بيان ا بي وحاولوا ترسموا الصوره ديال ديك لا دووات باغ اون ترانسلاسيون دو فيكتور لي او انسويت تاخذوا ان سيغمون باغ اكزومبل اون دومي دووات سميوها باغ اكزومبل ا بي او بيان سي دي حاولوا تشوفوا ليماج ديالو شنو غيكون باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور لي او. Ensuite, dissous le segment, c'est mieux aussi D ou bien AB, ou haoulo trasmo l'image d'IRA par une translation de vecteur lié à U, ou haoulo tsnidjou l'khasiya. Thumma, je fous zawiya aussi, sora de zawiya, khodou la qiyas moyen, stin daraja, ou la sbein daraja, haoulo trasmo l'image d'IRA par une translation de vecteur lié à U, et finalement, je fous d'IL un cercle, ou l'image d'un cercle par une translation. Iden, haoulo tnidjou l'anchita edou. وشوفوا الاستنتاجات اللي يمكن تستنتجوهم ابري. دونك ممكن تحبسوا الفيديو هنايا وتحاولوا تجاوبوا عليهم بوحدكم ومن بعد نواصلوا الفيديو ديالنا. بون pour récapituler toutes ces propriétés on va voir cet exemple concret. يعني غنشوفوا هذا المثال الحياه العامه ديالنا. فغادي ناخذ مثلا سو تيليفيريك. شنو هو تيليفيريك؟ فهو بحال داك فهما دي شيز فورم ديال الكراسي اللي كيكونوا كيربطوا لينا ما بين واحد النقطه اللي كتكون في السفح مثلا ديال واحد الجبل وواحد النقطه اخرى اللي كتكون في القمه ديال الجبل. والهدف من هذا التليفيريك فهو اننا كيهز الناس من الاسفل ديال الجبل مثلا كيحاولوا يطلعوهم الفوق ديال هذا الجبل بلا ما يضربوا ديك التماره ديال طلع 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 وزيد حتى الفوق. دونك بويسكو تو الموند ما غاديش يمكن لنا كل الناس انهم ما غاديش يستطيعوا انهم يتمشاو في هذا الجبل حتى الفوق. دونك كيديروا لهم هذه الوسيله هذه المريحه باش كيمشيو منها كيشوفوا المناظر اكسترا اكسترا. دونك هاد ليكزومبل ناخذ مثلا هاد لو تيليفيريك هذا اللي عندنا هنايا. فكتلاحظوا هذا هو البوزيسيون ديالو الاول ومن بعد تحول لينا ولا لينا في هاد البوزيسيون. يعني من طلعوا دوك الناس وصلوا لهاد المرحله هادي فكنقولوا باللي هاد لو تيليفيريك هذا فهو تحرك وفق واحد المتجهه معينه اللي هي هادي بالزرق. اذا كنقولوا هنا فدرنا لهاد لو تيليفيريك درنا ليه ازاحه وفق هاد المتجهه لهذا المكان باش يوصل لنا لهذا المكان. اذا فهذا نموذج اللي هو مزيان بالنسبه للازاحه بويسكو الازاحه فهي بالضبط ماشي غير انتقال او ديبلاسمون فهو كنسميوه انزلاق. يعني هذا انزلق لينا وصل لينا هنا. دونك هذا هو اللي كنسميوه اون ترانسلاسيون. دونك شنو كنلاحظوا شنو غنستنتجوا من هذا المثال في الحياه العامه سي كو بالنسبه للازاحه من تحولنا التليفيريك من هنا حتى لهنا اش كتلاحظوا؟ فكتلاحظوا بان هذا التليفيريك ما تبدل فيه والو. يعني كان عندنا فيه مثلا الوزن ديالو هذا بقى نفس الوزن، الطول ديالو هو هذا بقى نفس الطول اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك بجميع لا فورم ديالو بجميع لي فورم ديالو بالدوائر ديالو بالكاري ديالو بكلهم بقاو هما يعني ما تبدل فيه والو. دونك كنقولوا هنايا باللي الازاحه ما كتغيرش لينا من الطبيعه ديال الشكل. دونك هنايا باللي سو تيب دو ديبلاسمون برودوي با دو ديفورماسيون يعني ما كيغيرش لينا
الطبيعه ديال الشكل. شنو خاصني نجي من هنا او شنو بغيت نوصل لكم هنا؟ اللي بغيت نوصل لكم سي كو بالنسبه للازاحه، فالا خدينا مثلا الصوره ديال المستقيم بازاحه، فالصوره ديالو حتى هي غتكون او غيكون عباره عن مستقيم. طبيعه الحال مستقيم زائد شي حاجه اخرى اللي كتميزو، راه تكون استنتجتوها من درت في المثال. نفس الشيء الصوره ديال القطعه مستقيمه غتكون قطعه مستقيمه بازاحه بالنسبه للطريقه تو سامبلومون كناخذوا الصوره ديال ليزيكستريميت. الصوره ديال نصف مستقيم حتى هو غيكون نصف مستقيم، الصوره ديال الزاويه حتى هي غتكون زاويه، والصوره ديال الدائره غتكون حتى هي دائره. دونك باش كيفكرنا هذا؟ كيفكرنا تو سامبلومون ب دوك لي ترانسفورماسيون اللي شفنا سابقا بيناتهم، بينهم التماثل المركزي والتماثل المحوري. اذا حتى الازاحه فجميع دوك الخاصيات اللي شفتو في التماثل المحوري المركزي حتى هما صالحين بالنسبه للازاحه. سيتادير شنو بغينا نقولو هنا؟ سي كو تو سامبلومون لا ترانسلاسيون كونسيرف لي لونغور، يعني بان الازاحه تحافظ على المسافات بين النقاط. يعني الا كان عندك دو بوين ورسمتي الصوره ديال دوك لي دو بوين بيرونس ترانسلاسيون دو فيكتور اي او، لي ترانسلاتي ديالهم ولا لي زيماج ديالهم اللي هما ا بريم بي بريم غتكون عندهم نفس المسافه اللي كاينه ما بين ا و بي. دو ميم الصوره ديال المستقيم ليماج دون دووات بار اون ترانسلاسيون اي تون دووات كي لوي باراليل، يعني غيكون مستقيم يوازي صوره مستقيم بازاحه هو مستقيم يوازي. طريقه الانشاء فنفس الطريقه ديال الانشاء اللي استعملتها في التمثيل المحوري والتمثيل المركزي، كناخذوا جوج نقاط من المستقيم وكنرسموا الصورتين ديالهم بالازاحه. ثم ليماج دون دومي دووات دون دومي دووات دون لي سوبور سون باراليل، ليماج ديال لوريجين اي لوريجين اكسيتا اكسيتا. ثم لي جديد في هاد الترانسلاسيون سي كو ماشي جديد، تا هما راه نفس البروبريتي ديال التمثيل المركزي والمحوري. سي كو لا ترانسلاسيون كونسيرف لو باراليزم، يعني تحافظ على التوازي، صورات مستقيمين متوازيين غيعطيونا مستقيمين متوازيين. لا ترانسلاسيون كونسيرف لورثوغوناليتي، لا ترانسلاسيون كونسيرف لي زونغل لا ميزور دي زونغل، يعني قياس الزوايا بلوتو. اي ليماج دان سيركل باغ ترانسلاسيون ايت ان سيركل دو ميم غايون، يعني صوره دائره بازاحه هي دائره لها نفس الشعاع. اذا هادو هما الخاصيات المرتبطه بالازاحه. بطبيعه الحال باراليزم اورثوغوناليتي هادو يمكن لكم تبرعنوا عليهم في البراهين، حاولوا ايضا تعطيو التعليل بوركو. سي بون جيسبر بيان كو فوز افي كومبري بالنسبه للدرس. اي فينالمون كنقولوا هنايا بلي لا ترانسلاسيون كونسيرف لو تو، يعني كتحافظ على كلشي، استقامية النقاط، المسافة بين نقطتين، قياس الزوايا، الشعاع ديال الدائرة، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ليماج دون فيغور با اون ترانسلاسيون اي اون فيغور سيمبلابل، يعني صورة شكل بإزاحة هو شكل يشبه. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبة للدرس اون جينيرال ديال دي فيكتور دي ترانسلاسيون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الدرس مزيان، اي اون فوا فوار ابخي سو كي سوي إن شاء الله. دونك بون شانس بور لا كومبريهنسيون، إي أون سو فيرا بلو طار.